جدا صحيح يا عصام هي اجل لقطه حتى الان شفناها المباراه تعال مع الكل المرحله دون كان جيد كياليني هجوم وفما مكان فارغ في ماريو دالي ماريو دالي اول مع الربع الاول مباراة هدف الانطلاق والهدف حركات ماريو تفرج بالامكانيات التكتيكيه لهذا اللاعب كلاوديو ماركيزيو جانبية استعادة الكرة بالخطأ للهجوم أندريا بيلو ماريو بوالديلي أكيد الهجمة واعدة تسرع والكرة زاوية الكرة بترجع للتماس استمرار الهجوم من الجهة اليمنى من هذا المسافة مطب ركنية لك كل ساعة وخلص غد في افتقاد هذه الفرصة هو افتقاد اللاعب بتوازنه في اللحظة الأخيرة بالفعل هو تسرع بعض الشيء حاول أن يتوازن لكن التسرع هو سبب في إهدار الفرصة نزاع حقيقي على دانيس هجمة خطيرة ودفاع ممتاز أنياس شتاك شوطة من مكان بعيد جدا اللعبة ممتازة مشوطة من المكان ركنية
مقطوعة بوس الخط. هجوم سريع ودفاع قوي. اعتير قوي. ارضيه غنيه. اجيك لدينا فرصه هنا. ثابته ودقه. اندريا بيرلو. شوط اول ينتهي. عبد الله كيفاش شفت الاول؟ ممتازه كما كانت الاولى. تكتيك الكرة والاستثمار تسديد على الله في رايك عبدالله هو السبب الاخر مرهز لمسة النهاية زي اصابي سبرة الهدف المرتدة تخرج مقبولة دائما من الخلف الى الامام حرد التشكيل لكن الاخيرة تحضر وبالتالي اهدى كل مجهود المبذول لهذه صار سكر الهجوم هل يفيدون مبطول الى الطريق مبطول كاسانو امتياز الدفاع هجوم لا يسلم والكرة اتفكت ممكن السرعة مطلوبة كونتر اتاك أرضية توران شوف التمريرة كانت ضعيفة برشا ماس كيف تحلل عبد الله السيطرة المطلقة البوزيشن ماريو بالوتيلي الدفاع مركز وتقطع الكرة ممكن يفك تسديد من هنا وضعية مناسبة وسنه ضربة ركنية الان يبحث عن بعض الدعم من زملائه في الفريق اندريا بيرلو كريرة جيدة يتحكم بالكرة بشكل جيد على الملعب مرة تمريرة ممتازة من صانع الالعاب اليوم حقيقة مواف جدا كل الكرات مشيت في مكانها في زملائه بحرمه ويسدد ملة قوية برشا سريعة كرة أريسبا فراينا في طريق يا جدو أريبا التالي بعد عم يميز كل الان مشتاق دانيال روس صعب يصل من تجيد تسديد الكرة تعطيه خطا كرة بشكل ممتاز بعد استمر اللاعب تخرج تماس ضربة ركنية من هدف اخر أنطونيو دي ناتالي نفسه قوية جدا وشرسة
والان في لحظه الوداع لمعتل الليل تاتي سرد الحلم مشهد الاهتمام قبل الرمي. نعم هو عنصر مباغة كانت مفاجأة، لكن مفاجأة صار الفريق